يعني خلاص ماتش وخلاص خلاص، وصعد نبيل دور الاربعه في في كاس مصر او في بطوله كاس مصر. والحقيقه يمكن زي ما شفنا في التقرير النهارده، يعني ناقص اربع ايام يا جماعه، لا صوت يعلو فوق صوت المباراه النهائيه في البطوله الافريقيه بين الاهلي والزمالك المرتقبه يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله، هكون على ملعب استاد القاهره الدولي. الجهاز الفني النهارده بقياده موسيماني رفع درجة الجاهزية عشان الماتش اللي جاي بالتأكيد. يمكن النهاردة كان في كلام كتير جدا مع اللعيبة في جلسة مهمة ومطولة، من خلالها طبعا كان بيحفزهم أكيد، وكان شكرهم على الأداء بتاع امبارح، وقال إنهم خلاص يعني خلاص حلمكم قرب، حلم الجماهير الكبير وتعب الموسم كله ممكن ننساه ونرتاح بعد أقل من أسبوع إن شاء الله لما نفوز في استاد القاهرة ونتوج باللقب القاري الكبير، ويبقى هتاف التسعة يا أهلي حقيقة ملموسة يا جماعة على أرض الواقع. بإذن الله يا رب بإذنك يتحقق.